بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان نتواصل معكم. كأس العالم للأندية 2020 الفيفا هنا في الدوحة في قطر المؤجلة من العام الماضي عام 2020 هنا في النسخة 17 لهذه البطولة، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ما بين الأهلي المصري في سادس مشاركاته وصاحب المركز الثالث من قبل في 2006 والرابع في 2012 في مواجهة بالميراس البرازيلي في أول مشاركة بطل ليبرتادورس. الأهلي اليوم يدخل بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وبدر بنون وولتر بواليا وطبعا طاهر محمد طاهر. امامنا هنا الاربعه 2-3 مرار التعادل، سيكون هناك ركلات الترجيح. عبد الرافائيل رقم 8، ويليان دخل ايضا حيل بهدف حسين الشحات، وكان ايضا هذه البدايه محمد الشناوي حارس المرمى اللي قدم يسعى لتحقيق السداسيه التاريخيه معادلا رقم اولى من جانب وولتر بواليا. تمريره وولتر بواليا الذي شارك اليمين امامنا اللاعب مايكي روتشا، لكن على موسيماني كان قد وصل مع سان داونز في هذه البطولة ميلو. الضغط البرازيلي ومحاولة التعويض، ودبر أمامنا هنا اللاعب لويس أدريانو. الكرات العالية لكن على طول تعامل رائع، تحرك جميل جدا وانطلاقة، لكن يطلع حارس المرمى بيبقى في مصر 2019 عند أفشة. هنا تدخل، هنا التدخل، وأمامنا هنا اللاعب اللي يمكن النهاردة كانت حلوة قوي في اللقطة اللي فاتت أفشة وحاول يعدي عالية، انطلاقة أهلاوية. ودي أمامنا الكورة أيمن أشرف، الكورة الكرات الأمامية بدر بنون، الإضافة كرة الأمامية من عمر حلوة قوي، انطلاقة اللي لعب قلب دفاع مع بدر بنون أغلب لقاءات الدوري الأهلي أمامنا. هذه كرة حلوة قوي، كرة حلوة من بدر بنون وانطلاقة طاهر محمد مع الأندية، مع الخطورة الأهلاوية، مع الضغط الأهلاوي، مع المحونة لمسة من اللاعب اللي بيحاول أمامنا هنا. نشوف أمامنا هنا اللاعب اللي يمكن هذه أمامنا خطورة النادي الأهلي بدأ يزين. أفشة بيلعب الكرات الثابتة، راسية مين هنا، راسية على محمد الشناوي. الشناوي يشيل كرة خطرة جدا لكن تعود إبراهيم، وأيضا كان موجود حمدي فتحي. والكرة اللي فاتت في 10 مباريات وكان تفوق وفاز في النجم أيمن أشرف، انطلاقة من جانب روني وركنية لصالح قوي في اللقطة اللي فاتت. أدي أمامنا هنا التدخل القوي في الكرة أمامنا، أدي الكرات العالية، ركنيات، ركنية هنا وركنية هناك، ركلة مزدوجة خلفية لك باتريك باولا، لاعب باتريك دي باولا. اللاعبين هي واحد من اللاعبين اللي بيعد إضافة كبيرة للنادي المرة السادسة في هذه البطولة. كرة على طول ومحاولة جديدة من جانب النادي الأهلي، واستلام على طول يا ولد. التمريرة لو مشيت، لو مشيت في وجود اللاعب لويس أدريانو الموجود. عند انطلاقة بواليا، بواليا، بواليا مع اللاعب بواليا، هجمة خطرة جدا، انطلاقة من العمق. جماهير الأهلي في الدقيقة 74، وأمامنا هنا اللي هيلعبها أكرم توفيق النهاردة اللي بيراهن عليه موسيماني. ولحظة من لحظات يعني الوفاء للمن رحيرة، لكن دايما اطمئنان وسلام. والحكم شوف بقى عشان برضو ايه اللي يقول لك الحكم. أمامنا هنا هجمة النادي الأهلي، وعلى ذكر بيبو لازم تتكلم عن محمد هاني، يعني سيكون له شأن وله مكانة. العب على طول، خطرة جدا الثنائي، الهدف الأول، الهدف الأول، بواليا دخل إلى المرمى، لكن كرة عمرو السولية أمامنا مش ممكن، مش ممكن. الخطأ أمامنا هنا والهدف، الكرة اللي ضاعت. بص الضغطة حلوة قوي يا بواليا، ويا ولد عدى عمرو السولية هنا، وبص كلفة الراجل، عنده فرصة إن يعني يروح بشكل أفضل، لكن هنا الخطورة إلى خارج كان خلالها لم يسجل خلال مشاركته. أوه يا ولد التدخل، والكرة تطلع، حكم اللقاء مدي هدي أمامنا، انطلاقة بالميراس اللي بيحاول، والكرة أمامنا تطلع إلى ركل. بص بص أيمن أشرف، بص أيمن أشرف يا ولد، عينه على الكورة. وأيمن أشرف وصولا للدقيقة 30 ومحاولة هنا والكرة الرأسية، لكن على طول التشتيت. نادي إيفرتون برضو شارك مع هذا الفريق أسماك وليد سليمان، وأيضا الحارس حمزة علاء الحارس الشاب. كرات العالية أمامنا، لكن أشرف اللي بيجيد إلى الكرة العالية، استلام بواليا. بواليا استلم الكرة، ايه الكرة امتصها بشكل رائع رائع، واحدة بالكرات. الاهلي، الاهلي يقترب، الاهلي يقترب، وكرة كرة القدم بالميراس البرازيلي. هنا اللمسة والمحاولة، والكرة امام اليمين، روتشا في مواجهة مع طاهر، يا عيني على اللمسة. طبعا المقابل المادي 2.5 مليون دولار. الكرات العالية خطيرة جدا، وسطه مساعد مدي ركلة ركنية، ادي امامنا الاعادة، لكن ويليان على ايه، طلقة، طلقة امامنا هوم الروني، حاططها قوية قوي، قوية
بسهولة، تمريرة في العمق خطيرة خطيرة إلى روني، روني روني الكرة الثانية المرتدة، وروني يسدد. بص الكرة على 20-22، الكرة تصل لمحمد الشريف، لبس حلو قوي يا ولد يا لعيب، وادي الكرة. اظبط يا أفشة، اظبط يا أفشة، يلمس وأفشة هو اللي راح وعمل الكرة. يعني إيه عايز أول الكرة اللي فاتت دي كرة هدف الأهلي، الأهلي العينية حلوة قوي، ولف وسطك، لف وسطك يا راجل، لف وسطك هنا، وانطلاقة أفشة، وادي أمامنا أهو زاوية صعبة. ثم كانت رحلته بقى مع سبارتاك موسكو، كرة ملعوبة حلوة حلوة قوي، الكرة اللي بينطلق البرازيلي الدولي 33 سنة، أقول لاعب لويس اللاعب ويليان، خطر الكرة راسية يا سطار يا سطار يا سطار، لكن روعة روعة روعة، محمد الشناوي، محمد الشناوي في منتهى الروعة. شوف بقى رغم قلة الهجمات لكن السرعة في نقل الهجمة، والكرة اتعملت وراسية من روني اللي كان في الجنب اليمين أمامنا، هو انطلق اللاعب الأورجواياني فيينا، وادي راسية روني، ولكن الشناوي في الموعد، الشناوي في الموعد، كرة ايه رايحة يا ولد بأطراف أصابعه، سلامات لمحمد الشناوي. هجمة الشناوي، ابدأ الهجمة زي ما اتعملت، هم اللي شاركوا مع النادي الأهلي، راسية مرة تانية المرة دي، اللمسة الأخيرة، وادي كرة خطرة جدا جدا، فيينا فيينا، لكن يطمنك الشناوي، يطمنك يديك الأوان، واللاعب المنطلق فيينا في المية، ركنية خمسة في هذه اللحظات لفريق نادي استحواذ كان 52% لبالميرس في مقابلة البطولة ما بين بايرن ميونخ وتجلس. طبعا نادي أمامنا الكرات العالية، الشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي، هنا أمامنا رأسية شارك فيها بيلي، كانت في فبراير عام 3 في منتهى الخطورة، روني روني روني، ياسر إبراهيم كان ممكن قوي يسجل بالميرس، لأن المرئية يا ولد يا ياسر، يا ولد يا ياسر إبراهيم، ثابتة ضربة ركنية، بالميرس البرازيلي الكرات العالية، أوه لمة حلوة قوي، وكرة عرضية، وادي رأسية المرة دي لكن إلى خارج الملعب، تطلع الكرة ركلة مرمى، خطير خطير روني. بص روني أمامنا اللقطة اللي فاتت دي، ذات الأندية العربية، تبديل اضطراري قد يكون محمد شريف، خطر محمد طاهر عايز يلعب البينية، لكن طريق هنا بقى ايه دي حتة تفاهم، بص قال له سي اهو، يضع نادي بالميرس تحت ضغط، ادي لمسة محمد هاني.